للقراءة والتحليل ينضم إلينا من عمان أحمد عزام خبير أسواق المال، ومن القاهرة عاصم منصور المحلل الاقتصادي. أهلا وسهلا بكم، وأبدأ معك أحمد. بداية، هل تعتقد أن الأسواق امتصت البيانات السلبية للتوظيف في أمريكا؟ مساء الخير أستاذ دينا، شكرا للاستضافة. على ما أعتقد هي كانت مخاوف للركود وليس إعلان رسمي بالنسبة للركود الاقتصادي. كنا قد شهدنا مخاوف أكبر حتى بالنسبة للركود الاقتصادي عام 2022 عندما سجل الاقتصاد الأمريكي قراءتين لربعين متتاليات بشكل سلبي. لم يتم الإعلان رسميا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن الركود آنذاك، نظرا لأنه قياس البيت الأبيض المكتب الأبحاث في البيت الأبيض يعتمد على 6 مؤشرات اقتصادية لإعلان الركود رسميا. بكل تأكيد هي مخاوف الركود جراء أرقام أسواق العمل التي قد أشار لها جيروم باول أصلا في المؤتمر الصحفي السابق بأن هناك بعض المخاوف بأن أسواق العمل قد تسجل بعض الاعتدال في القراءات القادمة. بكل تأكيد عندما ننظر إلى القراءات، نعم هي قراءات قد سجلت قراءات قد تكون سلبية، قراءات ناعمة بالنسبة لأسواق العمل، لكن على ما أعتقد قد تكون هي بادرة، بكل تأكيد بادرة قد كانت واردة جدا بعد أسعار الفائدة أو بعد عمليات رفع أسعار الفائدة المرتفعة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يعتبر بكل تأكيد مؤشر الوظائف هو مؤشر قد يكون متباطئ بعض الشيء أو لاج إنديكيتر بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فبكل تأكيد أسواق العمل سوف تسجل قراءات، لكن الأسواق قرأت أسواق العمل أو سلبية أسواق العمل على أنها قد تكون هي إشارة لإمكانية دخول الركود الاقتصادي، خاصة مع تأخر الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، كندا التي قد خفضوا أسعار الفوائد. فبالتالي الأسواق كانت على خوف، إشارات قد تكون بعض المخاوف بأن الركود الاقتصادي قد يكون قريب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من أن النمو الاقتصادي لا يزال في الولايات المتحدة يسجل قراءات إيجابية بشكل استثنائي مقارنة بالأقطاب الأخرى. فبالتالي على ما أعتقد هي قد تكون مخاوف الركود قد اقتبست هنا من جيروم باول إشارة سابقة أن رقم واحد قد لا يكون كافي بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لتغيير السياسة النقدية، فبالتالي أسواق العمل قراءة واحدة قد لا تكون كافية للإذعان بأن الركود الاقتصادي قادم للولايات المتحدة الأمريكية فيحتاج قراءات أخرى، مما أعطى الأسواق بعض التفاؤل بأن إمكانية اليوم أقصد هنا بأن قد يكون هناك ارتدادات بعض الشيء، نظرا لأنه القراءة الأخيرة هي قراءة مؤشر الخدمات قد جاء أعلى من مستويات الانكماش، أعلى من مستويات 50، فبالتالي أعطى بعض الارتياح بأن إمكانية الركود قد لا تكون واردة بالنسبة للأسواق بشكل كامل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أنتقل لك عاصم، البعض شبه أداء الأمس بالاثنين الأسود في 19 من أكتوبر من عام 1987، لماذا استعارت الأسواق هذا التشبيه؟ أهلا دينا، أهلا أحمد، تحياتي لكم للسادة المشاهدين. التراجعات التي شاهدناها بالأمس لا يمكن مقارنتها بأزمة مالية عالمية أو حتى وجود حالة من الذعر في الأسواق، هذه تراجعات تصحيح، ولكن تم تشبيهها بذلك لأن وتيرة التراجع كانت الأقوى في عامين وأن الخسائر كانت كبيرة جدا، ولكنها أيضا تتناسب مع حالة الصعود القوي التي سجلتها الأسواق مع تعافي النمو الاقتصادي والخروج من أزمة كورونا والأموال الرخيصة التي ضختها البنوك المركزية في العالم والتي يعني وجدت طريقها إلى الأسواق المالية وإلى الذهب وإلى العديد من السوق. وبالتالي كان يجب أن نشاهد هذه التصحيحات الكبيرة والتي أيضا تتلاءم مع عودة العديد من الأسهم إلى القيمة العادلة بعدما كانت مقررات الربحية مرتفعة بشكل مبالغ فيه. أيضا الأسواق باتت تسعر بأننا فعلا بالفعل بدأنا في الدخول إلى الدورة الاقتصادية الجديدة وهي دورة التباطؤ الاقتصادي، ولكننا من وجهة نظري لا نتجه إلى حالة من الركود أو حالة من الذعر التي قد تدعم المزيد من الخسائر بشكل كبير جدا، لأن البنوك المركزية في الأساس كانت تتوقع ذلك وأنها أيضا كانت ترغب في حدوث ذلك، هو أن النمو الاقتصادي كان يجب أن يتباطأ حتى تستطيع معدلات الفائدة الانخفاض بشكل تدريجي خلال هذا العام. هذه التراجعات طبعا قد لا تستمر خلال فترة كبيرة، وأن مراحل السوفت لاندنج أو الهبوط الناعم كما ندعوها تدعم فكرة تراجع مؤشرات الأسهم من أعلى ذروتها، ولكنها قد تعود للتعافي مرة أخرى، وطبعا هذا سيعتمد بشكل كبير جدا على البيانات الاقتصادية، خصوصا أننا بدأنا في الضعف التدريجي
إذا نظرنا حتى إلى سوق العمل هو ضعف تدريجي وليس ضعف مفاجئ كما شاهدناه مثلا بعد الأزمة المالية العالمية أو حتى بعد جائحة كورونا، هو ما يسمح به أيضا الخفض التدريجي لمعدلات الفائدة. وعندما نتحدث عن الخفض التدريجي فنحن نتحدث عن تراجع تكلفة الاقتراض للشركات، وبالتالي تستطيع تلك الشركات تخفيف وطأة الضغوط، خصوصا أننا دينا خلال الربع الأخير شاهدنا بعض النتائج السلبية للعديد من الشركات، وكان أهمها طبعا الشركات الأمريكية، والتي بمناسبة يعني أسواق الأسهم الأمريكية تستحوذ على 60% من أسواق الأسهم العالمية وتليها اليابان، وبالتالي أي هبوط عنيف في أسواق الأمريكية أو الأسواق اليابانية تؤدي إلى هبوط عنيف في كافة الأسواق المالية العالمية. والشركات الأمريكية تعرضت للمزيد من الضغوط بسبب معدلات الفائدة وهي الأعلى في 23 عام، وشاهدنا شركة إنتل تسلح 15% من الموظفين، أيضا أعلنت أنها ألغت التوزيعات النقدية، تراجع كبير جدا في مبيعات الآيفون لدى أبل في الصين، وأيضا إعلان شركة إنفيديا أنها ستؤخر إطلاق الشريحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في الأسواق. كل تلك الأمور مع تباطؤ النمو الاقتصادي أدت إلى حالة من الضغوط البيعية وعمليات البيع المكثفة في الأسواق، ونحن نعرف أن عمليات البيع تجر تليها وتليها عمليات بيع أكبر بسبب حالة الخوف، وهذا ما انعكس أيضا على مؤشر الخوف أو الفيكس الذي ارتفع إلى مستويات 52، وهي مستويات أيضا شاهدناها عندما قام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة في عام 2015، شاهدنا ارتفاع لنفس المستويات وتراجعات بنفس الشكل، ولكنها عادت للارتفاع مرة أخرى. يجب القلق فقط عندما نصل لمستويات 85 أو المستويات 85 أو مستويات 100 بالنسبة لمؤشر الخوف، وهي مستويات وصلها في الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، لكننا بعيدين عن تلك المستويات مما لا يستدعي الخوف والذعر وتكبد المزيد من الخسائر خلال الفترة المقبلة. أتفق معك أنه لا يجب الحديث أو الخوف أو الذعر، لكن الواقع أنه الحديث متزايد عن احتمال ركود الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. أحمد، كيف سيتفاعل المستثمرون مع مثل هذه المخاوف؟ ما الاستراتيجيات التي يجب عليهم اتباعها للحماية من تأثيرات مثل هذا الركود المحتمل؟ هو بكل تأكيد الدائرة الاقتصادية تمر فيها الدول بمرحلة ركود، لكن يبقى الركود هل هو ركود طفيف أم هو ركود عميق؟ عندما ننظر إلى الاقتصاد الأمريكي على ما أعتقد قد يكون مرحلة ركود طفيف، نظرا لأنه لم نشهد أي صدمات بالنسبة للأرقام الاقتصادية بشكل مفاجئ من ناحية. من ناحية أخرى بكل تأكيد المستثمرين قد ينظرون إلى أسواق الدخل الثابت كأداة تحوط بالنسبة للأزمات الاقتصادية من ناحية. من ناحية أخرى هناك الملاذات الآمنة، قد يكون الملاذات الآمنة على رأسها الذهب، خاصة مع التوترات الجيوسياسية المرتفعة، قد تكون الذهب إحدى الوسائل أو إحدى الأدوات الاستثمارية بالنسبة للتحوط كملاذ آمن من ناحية. من ناحية أخرى العملات، عندما ننظر إلى العملات التقليدية هنا ننظر إلى الدولار الأمريكي، الفرنك السويسري، الين الياباني كعملات ملاذ آمنة، على ما أعتقد هنا قد يطفو على السطح الين الياباني نظرا لإمكانية تباين الفروقات أو تقليص الفروقات بالنسبة للفوائد بين الدولار الأمريكي وبين الين الياباني. فننظر إلى الين الياباني على أنه تغيير سياسة بنك اليابان من سياسة التسهيلية المعتادة لفترة زمنية طويلة إلى سياسة تجديدية قد تدفع الين الياباني إلى تسجيل بعض المكاسب في الفترة القادمة، فبالتالي قد يطفو أنه أحد الملاذات الآمنة في ظل إمكانية تخفيض أسعار الفوائد للفيدرالي الأمريكي وبنك سويسرا، فبالتالي قد يكون أحد الملاذات الآمنة الأفضل في الفترة القادمة بالنسبة للعملات التقليدية الين الياباني. عاصم، هل هناك ما يدعو لحدوث مثل تلك الموجة البيعية التي شهدناها بالأمس في البورصات العالمية، وما السبيل لعدم تكرار مثل تلك الخسائر؟ الذي قد يقلل من الخسائر المتوقعة خلال الفترة القادمة وهو نجاح البنوك المركزية في السيطرة حد إلى نوع ما على معدلات التضخم دون الدخول في حالة من الركود. لا يمكن أن يتم توقع الركود بشكل كبير جدا، ولكن هناك مؤشر يمكن من خلاله توقع الركود عندما يحدث انقلاب في منحنى العائد أو inverted yield curve، وهو عندما تكون الفوارق بين عوائد السندات قصيرة الأجل أعلى من عوائد السندات طويلة الأجل، وهو ما يحدث الآن هو تسطح منحنى العائد، لم نصل إلى حالة الانقلاب، وبالتالي مخاوف الركود ليست كبيرة جدا. حتى جولدمان ساكس أعلن بأن احتمالات الركود ارتفعت من 15% إلى 25%.
وأيضا البنوك المركزية عندما تتجه إلى خفض معدلات الفائدة هذا سيقلل من الضغوط البيعية على أسواق الأسهم، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا نشهد مسار نزولي لمعدلات النمو الاقتصادي وضعف كبير في سوق العمل. أيضا يجب الأخذ في الحسبان التوترات الجيوسياسية وعمليات تدفق رؤوس الأموال إلى الملاذات الأمنة وأصول الثابتة مثل السندات. في حال رأينا اتجاه كبير لرؤوس الأموال إلى سوق السندات أو في إقبال كبير جدا على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة واتساع ركعة الصراع، أعتقد أن أسواق الأسهم الأمريكية قد تتعرض للمزيد من الضغوط أو الأسواق العالمية بشكل عام. هناك توقعات بأن تسجل موجة الهبوط الحالي هبوط آخر بنسبة 5%، ولكن طالما كانت التراجعات لا تتخطى نسبة 20% بالنسبة للأسواق المالية العالمية فنحن في مرحلة تصحيح هابط، ولا يمكن القول بأننا قد بدأنا في موجة هبوط على المدى الطويل. الخسائر التي قد تشهدها الأسواق أيضا مرتبطة ب كما قلت الأحداث والتوترات الجيوسياسية. في حال اندلاع أو اتساع ركعة الصراع قد نشهد حالة من العزوف عن المخاطرة وتقليل شهادات المخاطرة وتقليل المستثمرين انكشافهم على الأسواق الأسهم، خصوصا فأننا قد نتجه إلى حالة من الضعف الاقتصادي، وهنا يتجه المستثمرين أيضا إلى الأسهم الدفاعية والأسهم التي قد لا تتأثر بالأحداث بشكل كبير سواء قطاع الاتصالات، قطاع الأغذية، قطاع المشروبات. هنا نتحدث عن أيضا خروج رؤوس الأموال من الأصول عالية المخاطرة أو قطاع التكنولوجيا الذي يعتمد على الأرباح طويلة المدى والأرباح المستقبلية، وبالتالي أيضا قد يؤثر ذلك على الأسواق. البنوك المركزية في وضع صعب جدا في المرحلة الحالية، ولكن بشكل عام هناك موجة من التأثير النقدي متوقعة بنهاية العام الجاري. أتحدث عن خفض كافة البنوك المركزية ثلاثة الفائدة ب 75 نقطة أساس أو حتى قد تصل إلى 100 نقطة أساس بنهاية العام، ولكن الاستثناء هنا هو الأسواق الأسهم اليابانية قد تتعرض للمزيد من الخسائر، لأن بنك اليابان هو البنك الوحيد على عكس كافة البنوك المركزية الأخرى الذي بات يتجه لتجديد السياسة النقدية لأول مرة في حوالي 17 عام، وهو من خلال رفع معدلات الفائدة وتوسيع نطاق منحنى العائد على السندات وتقليل مشترياته من الأصول، وبالتالي أنه يعلن عن يعني تقليص ضخ الأموال في الأسواق المالية. هذا يعني المزيد من الخسائر في مؤشر النيكي أو الأسواق اليابانية بشكل عام، وقد تستفيد بعض الشيء الأسواق الأسوية الأخرى من حالة التعافي في الاقتصاد الأمريكي برغم من التباطؤ الذي حدث في الاقتصاد الأمريكي، ولكنه لا يزال قوية. نحن نتحدث عن استقرار معدلات البطالة دون النسبة 5% وهي الأقل في 50 عام، أيضا بالرغم من ضعف وتيرة إضافة الوظائف في القطاع الغير الزراعي، ولكنه لا يزال أعلى من مستويات 100,000 وظيفة خلال الشهر الماضي. كل نعم. تلك الأمور تعني طالما كان الاقتصاد الأمريكي بخير فإن الأسواق المالية قد لا تشهد المزيد من الخسائر. أحمد، أريد أن نخصص الدقائق المتبقية لتحليل ما يحدث في أوروبا وكيف تنظر لتأثيرات ما حصل بالأمس على مسار الأسواق الأوروبية في الفترة المقبلة. بكل تأكيد دينا، عندما ننظر إلى الأسواق العالمية هي حلقات مرتبطة سويا، أو شبه على ما أعتقد الانهيارات أو النزيف الحاد بالنسبة للأسهم الأمريكية هي عدوى قد انتقلت إلى الأسهم الأوروبية والأسهم اليابانية من عدة نواحي. عندما ننظر إلى الناحية من ناحية الركود الاقتصادي، الخوف أيضا بالنسبة للركود الاقتصادي حتى في الاتحاد الأوروبي. بكل تأكيد عندما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، قائد الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة سلبية في الفترة الماضية. حتى قراءات الاتحاد الأوروبي في الفترة الماضية بالنسبة للنمو الاقتصادي هي عبارة عن قراءات مسطحة قرابة 0%، فبالتالي هي هناك مخاوف أيضا بالنسبة لركود بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لكن ما يجعل الأسواق أقل حدة بالنسبة للهبوط في الأسواق الأوروبية مما حدث في الأسواق الأمريكية هي أن الاتحاد الأوروبي بنك أوروبا قد اتجه لتخفيض أسعار الفائدة فعلا في الفترة الماضية. الإشارات كانت في الفترة القادمة أن يكون هناك توجه أكبر بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مما جعل الأسواق انتقال العدوى من الأسواق الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية لكن بشكل أقل حدة، نظرا لأن هناك تغيير في السياسة النقدية قد حصل فعلا من الاتحاد الأوروبي. فبالتالي
هي أقل، لكن عندما ننظر إلى الأوضاع بشكل عام بالنسبة للأسواق، الأسهم الأوروبية قد تواجه بعض المخاوف، خاصة مع تغيير في الانتخابات الفرنسية والانتخابات البريطانية في الفترة الماضية. المخاوف هنا من زيادة الإنفاق في الفترة القادمة في الاتحاد الأوروبي، في فرنسا تحديدا التي تواجه بكل تأكيد خوف شديد من وصول عجز الدين في الفترة القادمة، مما يعطي الضغط على مؤشر الفرنسي كاك 40 في الفترة الماضية، وفي الفترة القادمة مخاوف الإنفاق أن تزداد في الفترة القادمة. عندما ننظر إلى 40 مؤشر بريطانيا، أيضا هناك مخاوف من تولي حزب العمال أن يكون هناك إنفاق أكبر، بالتالي ارتفاع بعض الشيء المديونية، خاصة مع إمكانية ارتفاع الضرائب على الأثرياء وهجرة الأموال الأثرياء إلى خارج بريطانيا. فبالتالي لا يزال هناك مخاوف بالنسبة للأسهم البريطانية والأسهم الأوروبية، فبالتالي هناك بعض المخاوف في الفترة القادمة لتسجيل انخفاضات. التيسير الكمي، سياسة نقدية تسهيلية مطالب فيها الاتحاد الأوروبي، وأقصد هنا طبعا تخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا، ضيفنا من عمان أحمد عزام خبير أسواق المال، ومن القاهرة عاصم منصور المحلل الاقتصادي.